أزمها طفلي ليك أشوفها. وضع الولد يعني كل ما عم بيسوق حتى كل ما عم بشوفه أني عم بنزعج عليه وعم بنقهر، بس مو طالب بإيدي شيء. عايدة عمرها 9 سنين وبدت بالعشرة، وعبلة اسم عمرها 8 سنين. والله البنات هدول يعني ما هو انه من خلقة الله انه من اجيني من هالرحم انه نزلني من هالرحم انه مريضات، لا، من الطيران يضربوا حد منا، يضربوا قذايف، يضربوا هيك بالليالي وين منا نروح فيهن، وكنا شنهن ونعم الركض والفزع ويرجفني وهيك يختلجهن صابن اختلاج. هاي اسمها عبلة، ظلت عم نول 18 يوم فاقد الوعي، حطيناها بمشفى دركوش وفي لها وراق مثبتي. هاي اخذناها على تركيا من 2 سنين، كنا ببلادنا اخذناها على تركيا، بدهن ينزلني لعندي انا 6 سنين، بدهن ينزلني دقيقتين يا بدهن يوقعني يا بده واحد من اخواتهم كل نهار يا عم امهن جارتهن، يعني وحدتهن اذا ابوهن ما يعني الله ساعدوا يعني بضلني نايمات بالفراش شهر ما عندهن شيء. دواهن بنشتري مشترى اكثر، في بعضها يعني بتعطينا الدباكين يعني خلف الله عليهم من يعني من المراكز بيساعدونا بالدباكين، البلعات غاليات ما لنا قدره، وابوهن الله يساعد يعني فيها التنتين مريضات اللي بيشتغل فيه ابي دوب يلحق لهن اياه. قبل الثوره رحت اشتغل بطرطوس بمعمل الشرح، الولد صار معه تسمم، اخذته على المشفى قالوا لي هذا الولد معه نقص نمو، عملنا له تحاليل وصور، بهذيك الاثناء كلفتني شيء 200 ألف ليره سوري، مشفى طرطوس الباسل. قامت الثوره، جبته وجيت له على مناطقنا على التح، اخذته على على المشافي ما خليت فيه مشفى، يقول بده اوبر، والاوبر غالي كثير، يعني اجوا جماعات احنا بسقاط صوروني وقال على اساس راح يامنوا لي هذا الدواء ولا احد الان ما شفته. اخذته على بسلقين على حارم ما خليت محل، يقول بدك تعالجه أنا ما عندي مصاري، يقول بدك تعالجه مصاري وأنا مصاري ما عندي. وضع الولد يعني كل ما عم بيسوق حتى كل ما عم بشوفه أني عم بنزعج عليه وعم بنقهر، بس مو طالب بإيدي شيء، العلاج غالي وما أنا قدرته. يعني دقنا مرحلة صعبة، أشو حرب وطيرانة بيضرب فوق كل عالم بتموت، أنا أولاد 2 استشهدوا هاي بهالحرب هذه، استشهدوا 2 عرسان، واحد من أولاد ابني اسمه ممدوح، 2 بعيد من الضرب ومن الضغط إجوا 2 عميان ما نعرفها إلا بعد سنين نجي نلاقيهم عميان، عملنا لهم عمليات وهلقين بجدوا دربهم. هلق الأيام الصعبة بتمر علينا، أيام اللي كنا عندهم عند الظلام وقت اللي يضربونا صعب كتير، وهلقيني بالفقر إسا ضمنا، بس عموجب يعني عموجب الموت أهون، حرام من الله بنات بنتي وكنتي كنت أحب لها اللقيني من الساعة 2 تروح على حواش البيت انجان اليوم هي وبنتي عزبة رحني هالتنتين أبيعطوا على الساعة 4 ورقات. والله العظيم والله العظيم جوزها مريض قلب، تعرف هاللقاش عطيته تغدى عبيت له طاسة مي جبت له رغيف خبز، يعني هاللقيني صحيح من ضامين وهيك، بس أحسن ما خلى أولادي يروحوا، أحسن ما يموتوا تحت رديم، يا أما يموتوا مأسورين يا أما يموتوا مدبوحين، وأنا عند أولادي بالدنيا كلها يتها. وإن شاء الله ما منروح لعندها الظلام إلا منروح منهوضين الرأس، وقت اللي بكونهم راحوا قلعوا عنا هديك الساعة إذا رحنا عبلادنا هديك الساعة منروح منهوضين الرأس، بس نروح على الحرب